وياكم رفيع الفلاسي صاحبة صالون أمية بيوتي صالون. نحن صالون متواجد في ند الشبة 3، وهو صالون بإدارة إماراتية. وأهلا وسهلا فيكم. تأسس صالوننا قبل سنتين تقريبا، سنتين بالضبط، في 2021. واخترنا منطقة ند الشبة 3 لأنها منطقة سكنية وفيها الكثير من المواطنين، وتحتاج إلى صوالين وتحتاج إلى مراكز تجميل كونها منطقة جديدة. كبداية أنا أصلاً كنت ميك أب أرتست، أشتغل فريلانس للزباين والعرايس، وهم صراحة اللي هو زبايني أكثر شيء كانوا مشجعين إن يبون مكان خاص يقدرون هم يجون عندي وأنا أقدم لهم خدمات أكثر. فالخدمات اللي إحنا نوفرها عندنا خدمات الأظافر اللي هو المانيكير والبديكير، جميع اللي هو الإكستنشن والنيل آرت وكل ما يتعلق بالأظافر. وعندنا خدمات الشعر، طبعا خدمات الشعر نحن عندنا الكثير، في منها الطبيعية اللي هي نستخدم فيها المواد الطبيعية والأورغانيك، لأن في فئة من الناس وايد تحب أن هي تهتم يعني بشعرها بطريقة تكون طبيعية 100%. وعندنا الفئة الثانية اللي هي تقدر تستخدم أي منتجات أخرى، وعندنا الكثير من البراندات العالمية من لوريال، من الكيئتين، من الناشي والميلك شيك، كلها عندنا بكل علاجاتها والبرودكت تبعها موجود عندنا في الصالون ونبيع للكاستمر. وبعد كوني أني أنا ميك أب أرتست، فأنا أستقبل زبايني هني وأحط لهم الميك أب، وعندي خبيرة شعر بعد متخصصة في التساريح. فإحنا نستقبل عندنا الضيوف والزباين في الصالون، وأيضا عندنا المساج بكل أنواعه، عندنا متخصصة في خدمات المساج، وعندنا اللاش اكستنشن بعد والفيشل، وهاي الخدمات اللي إحنا نقدمها. أكيد أطمح أني أنا أفتح فرع ثاني وأكبر، أقدر أستقبل فيه فئات أكثر وناس أكثر، ويمكن نزيد بعد خدمات أكثر. ممكن نوصل أن نفتح حتى مراكز تجميل وعيادات تجميل، طبعاً لأن كله يختص في نفس مجالنا التجميل. أشكر القيادة الرشيدة وحكامنا شيوخنا على عيننا وعلى راسنا، وهم دائماً يشجعون المواطن أنه هو يستثمر في بلاده، ونحن ما ننسى هالشيء، ودائماً هم بيكونون الداعم الأول لنا إحنا كشباب. موقعنا أبداً ما يضيع، موجود في ند الشبة 3، وهي من المناطق الجديدة ما شاء الله السكنية. وعندنا أرقام تواصل، وعندنا إنستغرام، وعندنا واتساب، كل اللي يقدرون يتواصلون عليه. وطبعاً جوجل ماب ما يضيع أبداً، يدوب يحطون اسم الصالون أمية بيوتي صالون، وراح يطلع لهم المكان.